قلت انا كيفاش حتكوني كيفي حتكوني طالبه اسنان؟ قالت لينا حنكون كيفك، حنروح للمدارس وما ننساش الناس وحنروح نطلع عليهم ونعلمهم. فريمون وقت يشوفك طفل صغير قدوه وتغرس فيه قيمه طيبه، احساس مش يفرحك انما يطيرك. العمل التطوعي نقدر نقول معناتها من ناحيه هو حاجه إغريتاخ، يرجع للاصول العائله تاعي اللي هي عائله ثوريه وين كانت تجمع المؤونه وخياطه الاعلام وجمع الاموال والمعلومات للمجاهدين. كبرت وانا نعرف انه الرحمه هي ارقى واصدق شعور يقدر الانسان يقدمه لاخوه الانسان. بدا العمل التطوعي تاعي ما بلغ سن 18 سنه، يعني السن القانوني كان يسمح لي بالانخراط. في البدايه كان الامر يخص جمعيات الرحمه، اطعام المساكين، عابر السبيل، الاسدياف. ومن بعدها النظر تاعي بدات تتغير وقت اللي بديت في الاستاج ديكسترنا في المستشفيات، وين وليت نروح نحاول نزور المرضى ونستكشف الحاله تاع المرضى، الناس معناتها اللي ما عندهمش شكون يجيهم، ما عندهمش اقارب ومناطق نائيه وبعيده. ولقيت باللي كاينين مناطق لازم يكون التوجه ليهم بصفة أكثر. العمل التطوعي كان سواء في الجزائر وكان كذلك في تونس، وأهم عمل معناتها المدة اللي قعدت معهم برشا جمعية النخبة الوطنية للعلوم الطبية النمس اللي معروفة، وعندها تقريبا على مستوى 58 ولاية مكاتب ولائية قاعدة تنشط في كل المناطق. أكثر حاجة نتفكرها ولا 2008 من بين المرضى اللي كنت نحاول نتكفل بهم كان التلميذ هذا يدرس في المتوسط، هو من بلدية نائية، ينزل من عائلة فقيرة جدا، نقدر نقول حتى معدمة، ما يوصلوا حتى حد وما يجي حتى حد. الإرادة اللي كانت في الطفل هذاك، الطفل هذاك كان عنده باغ اون فوت دو دياغنوستيك تاع اوستيوميليت، كان عنده خطر انه باش يقصوا له ساقيه. الحالة النفسية اللي لقينا فيها الطفل واحد لا يقدر يتصورها. بداية الاتصال بيناتنا كان عن طريق الكتابة، كنت نعطي له كراس ونعطي له قلم ونقول له اكتب لي واش تحب باش نقدر نكومينيكي معاه. اول حاجه طلبها مني هذاك الطفل قال لي تيمومه، امسحي لي نظفيني وجيبي لي تيمومه باش نصلي. جو سي سور اي سارتان بلي هو بلي ربي مش هيخليه، بيسك الانسان اللي يتعب وصادق وطيب ربي سبحانه ما يخليهش. الكوراج اللي كان عند الطفل هذاك، كتحكي المعلمة تاعو انه من الاوائل. سي اون اكسبيريونس اللي ما ننساهاش، ومن ثم قلت باللي كاينين مناطق نائيه هما اللي اولى ان نروحوا لهم وقد نقدروا نروحوا لهم. التوفيق بين حياتي العمليه والشخصيه، ولا نقدر نقول هي قضيه نظام. النظام هذا بدا من فتره الدراسه، لانه ثاني كي كنت في فتره الدراسه كنت طالبه جامعيه وكنت عامله في الوقت هذاك متطوعه. قضيه نظام انسان من ناحيه، قضيه نظام من ناحيه اخرى انك تحب الحاجه اللي قاعد تدير فيها. خافي بنيفولا بالنسبه لي ما كانش شيء متعب، كان شيء ممتع، تحس روحك قاعده تمد من روحك حاجه منك قاعده تمد فيها. لفات انك تشوف هذاك لو سوغيغ، الفرحه اللي كتل هذاك الانسان اللي عاونته، ولا دعوه خير، ولا توصل ميساج مليح، ولا ناس تترحم على والديك، ولا ناس تدعي لك بالخير، ينسيك في التعب وينسيك في الجهد وينسيك في كل شيء. اكثر حاجه فرحتني لدرجه اني كنت كي طفله صغيره، معناتها كنت في قريه نائيه، ومن انواع الانشطه اللي كنت نمارسها اني كنت نروح الحضانات باش ندير حصص توعويه وتحسيسيه لصحه الفم والاسنان. في نهايه الحصه ديك التحسيسيه جاتني طفله صغيره تحضن فيا وتسلم، قالت لي باش نكون كيفك. كي قالت لي باش نكون كيفك انا حسبتها تحكي انها باش تكون طبيبه. قلت انا كيفاش حتكوني كيفي؟ حتكوني طبيبه اسنان؟ قالت لي حنكون كيفك، حنروح للمدارس وما ننساش الناس وحنروح نطلع عليهم ونعلمهم. فريمون وقت يشوفك طفل صغير قدوه وتغرس فيه قيمه طيبه، احساس مش يفرحك انما يطيرك. امام بروجي ان شاء الله مع زميلاتي ان قدرنا ربي ان شاء الله وصلنا ليه، تاسيس جمعيه اطباء الاسنان النساء الجزائريات. نحبوا نخلقوا فضاء
يجمع طبيبات الأسنان الجزائريات. المرأة الجزائرية محصورة بعادات وتقاليد وأشياء معينة، معناتها عندها انضباطات، عندها التزامات وكل شيء، عندها مسؤوليات تجاه الأب، تجاه الأخ، تجاه الابن، تجاه الزوج. يمكن كاين أوضاع معينة تخليها ما تقدرش تبدع أو ما تقدرش تشارك أو ما تقدرش تمد أو ما تقدرش تعرف عن روحها بطريقة اللي توصل الشيء اللي عندها. دونك حبينا الفضاء هذا يجمع النساء طبيبات الأسنان الجزائريات من أجل العطاء، من أجل التكوين العلمي، من أجل ممارسة طب الأسنان. ما كانش عمر محدد للعمل التطوعي وما كانش قيمة معينة للعمل التطوعي، بمعنى أنه العمل التطوعي نتعلموه ونكتسبوه، نقدرون نعلموه لولادنا من الصغر. وقت تخلي ولدك ينظف قدام داره عمل تطوعي، وقت تخلي ولدك ما يتنمرش على زميله ويساعده هتفتح العمل التطوعي، وقت ولدك تعلمه معنى التقاسم ومعنى العطاء ومعنى الرحمة هيكون بداية للعمل التطوعي. وتفكر باللي أي بذرة خير هتقدمها اليوم هتلقاها غدوة، كما يقولوا ناس زمان الخير إذا ما ربحك يسلكك على خير.